اهلا بيكم، معاكم احمد عمرو اكو تيبس كوم. هنتكلم النهارده عن احسن تمرين بطن انا ممكن اعمله بالكيبل. انا ما بحبش استعمل الكيبل كتير، معظم تمارين البطن اللي بعملها بتكون من غير اجهزه، بس انا بتسال كتير ايه هو احسن تمرين بطن انت ممكن تعمله بالاجهزه، والاختيار بتاعي هيكون التمرين دوت. قبل ما نبدا، سبسكرايب وجرس التنبيهات وفولو على الانستجرام وعلى الفيسبوك. هنشرح التمرين بالتفصيل وفي نفس الوقت باختصار، لان هو ما فيهوش شرح كتير بصراحه. التمرين ان انت هتجيب جهاز كيبل زي ده، هتنزل البولي او البكره ديت لتحت خالص، اقل حاجه في الجهاز او اوطى حاجه في الجهاز، وهتجيب اللي هي الستراب اتاتشمنت او الليج اتاتشمنت او انكل اتاتشمنت. المفروض ان هو بيكون موجود عندك في الجيم، لو ما عندكش في الجيم فهتلاقيه بثمن رخيص جدا على امازون. لو لقيت حاجه زي دي هحط الرابط بتاعها في الشرح. هتوصل الكلام ده بالماشين وهتربطه في رجلك وهتحط الوزن المناسب بالنسبه لك، وهتبتدي ان انت تجيب الركبه على الصدر زي ما انا شغال بالمنظر ده. طبعا وضع ظهرك المفروض ان هو ما يعملش قرش، المفروض ان ظهرك ما يسيبش الارض، حاول تلزق اسفل الظهر في الارض على قد ما تقدر علشان يكون التركيز الاكتر على عضلات بطنك. كمان برضو حاجه لازم تعرفها عن التمرين دوت، ان انت مش هتحس بيه في بطنك بس، 80% هيكون على عضلات بطنك وتقريبا 20% هيكون على الهيب فليكسرز او عضلات الفخذ العلويه. والعضلات ديت انا بصراحه ابتديت اهتم بيها الفتره ديت، علشان كده ابتديت اعمل التمرين دوت، لان العضلات دي طلعت مهمه جدا في تحسين الاداء الرياضي. لو حد عايز يكون اسرع او حد عايز ينط اعلى او لو حد مهتم باداء الرياضي عموما، فالعضله ديت بتكون اهم مما تتخيل. عشان كده انا ابتديت اعمل التمرين دوت وفعلا عجبني جدا، لو جربته هتحس بفرق جميل. بالنسبه للعدات، بالنسبه للمجموعات، الحاجات دي كلها، ف مش محتاج تعمل اكتر من 3 بصراحه، 3 مجموعات هيكون كفايه، 10 ل 12 عده. يعني دوت الريب رينج اللي انا بفضله، بعمل 10 ل 12 عده بتركيز. ممكن اعملهم سوبر سيت مثلا مع التمرين زي دوت، يعني ديت مثلا اخر تمرين ليا، انا كنت بعمل تمرين البطن مع البار سكوات جامبس، ديت كانت التفنيشه او اخر حاجه انا كنت بعملها في التمرينه بتاعت الرجل بتاعتي. انا بعمل فول بادي بصراحه، بس بركز على الرجل اكتر، بس حاليا يعني ده البرنامج بتاعي، وديت الفينشينج بتاع التمرين بتاعي، لان انا البار جامبس ده بحب اريح فيه دقيقتين علشان كل مجموعه تكون اقوى من الثانيه، انط فيها اعلى من المجموعه اللي قبليها. والسوبر سيت بيكون التمرين البطن اللي احنا بنقول عليه دوت. فجرب التمرين دوت هتحس بنتيجه حلوه جدا، ونشوفكم في الفيديو اللي بعده.